ما هو تفسير رؤيا الصراصير في المنام؟ كثرة الصراصير تدل على المشاكل، وإذا كنت موجودة في البيت تكون مع العائلة، أما صرصور واحد أو اثنين أو ثلاث فيدل على رجل فاسق ناعم، أي يتسلل بالكلام الطيب ليخدع من حوله، وهو أيضا قد يكون من الجيران لأنه من محيط البيت وليس في حجرة من حجرات البيت. ورؤية الحشرات الزاحفة كالصراصير في الحلم على المرض والكثير في الحلم عفوا تدل على المرض والكثير من المشاكل. إذا نجحت في الهروب منها فهذا يعني أنك ستصيب قليلا من النجاح في أعمالك، وإذا فشلت في التخلص منها فهذا يعني الموت لك أو لأقربائك. إذا حلمت أن حشرة زاحفة تهاجمك فيمكنك أن تتوقع مشاكل جدية في الأيام القادمة، إذا قتلها فسوف تتمكن من اجتياز العقبات. ربما يكون عدو لأن الصرصور مكروه في كل مكان، وربما يكون كلام سيء من إنسان سيء لاشمئزاز الناس منه وهو كريه وخبيث، وربما يدل على التطفل الكريه. أيضا يقال عن الريح الشديدة ريح صرصر، ويعتبر من أسماء الصراصير هذا الاسم، وهنا يكون معناه بأمر مزعج يتعرض له الرائي، وربما يكون أخبار سيئة، وربما انزعاج بالصوت لأن بعض الصراصير لها صوت، وربما يكون هجوم على الرائي من شخص فيه مواصفات سيئة لأن بعضها يطير، وممكن تحوير اسم الصرصور وأخذ معاني كثيرة منه كالإصرار على شيء وصنبور أو صرير وهكذا.